يا ابن الحلال صل على النبي. ابشر احنا بنعطيك اللي تبي بنرسله، اصبر لا تاكلنا بقشورنا يا راجو يا راجو يا راجو، صدقنا منا بحراميه بنعطيك اللي تبي. يا نواز نواز بابا الفلوس واصله واصله، فلوس يجي انت ما في خوف، ليش انت خايف؟ ليش؟ ان كلمنا عبد الرؤوف هو ما في مشكله، السوق الان نايم، ابشر ابشر فلوسك تجيك. يا ابن الحلال البنوك عندنا نظامها الدوام تغير، اول يداومون غير والحين غير، نظام في رمضان غير غير قبل رمضان، صار وضعهم يختلف. الان انا ما اقدر اروح لهم دوم 10، انا ما اقوم 10، انا عندي شغل ما يفاضي لهم، لكن ابشر بحولها عن طريق الجهاز خلاص. نواز نواز يا حبيبي، نواز نواز يا غالي، ان شاء الله الفلوس خلي السوق يتحرك، يعني كذا في العشر الاواخر في العيد يكثر الزواج يكثر شيء زين. طيب يا اخي خلاص، انا اول ما احول ابرسل لك رساله، ابروح له انا، لا ابروح له، لازم اروح له. روح ودينج عبد، يلا فمان الله فمان الله، مع السلامه. يا اخي اشغلنا، ما كنا بنسرقه، ما لنا بسارقين، الله يهديه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هذا راجو، وينك انت؟ في موجود انا راجو، في تسل كم مره مشان ما في حول، هذه فلوس في مليون 2 مليون، ايه هو في بنك في مشكله، في شيك مشكله، كلهم في مشكله، هو يمسك انا. طيب استريح 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 وانا اتفاهم معك، استريح استريح وانا اتفاهم معك. هذا راجو، هذا راجو، انا ما ادري يعني هو يفهم ما يفهم، ما يدري ان الوضع عندنا تغير، ان كنا اول دوامنا يختلف عن دوامنا الحين حق البنوك، الان شلون الاحق حق البنك؟ ابى احول عن طريق مبلغ مو بسيط، 2 مليون ذي ما تحول، بعدين ما بعنا شيء ولا اشترينا شيء، على طول ذا كلانا بقشورنا، ما خلانا على الاقل خلنا نبيع. لا هو في مشكله، هو في بنك في من هنا هند في مشكله، هند في مشكله، مشان هو دفع فلوس هو لازم هو الفلوس انت. لا حول ولا قوه الا بالله، بس بس الواحد مفروض يكون يعني هو يعرفنا بنا غرب عليه، الحين حسسني كنا سارقينه، ما لنا بسارقينه. لا ما في سارقين، هو معلوم، هو كويس، ابو عبد الرحمن كويس، ابو فهد في كويس، لكن بس هو يبقى فلوس اول صوره. وإنا قلنا شيء، إنا قلنا إنا نقول حقك محفوظ بنعطيك اياه اول ما بس يصبر علينا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وين ابو عبد الرحمن راح؟ وين ذا تركنا في المعمعة وراح الله يهديه؟ الحين يوم جينا في الاطقاق يمين دورة ما لقينا؟ لا مشان فلوس، ها؟ مشان هو فلوس. الموضوع يا ابو فهد كلمته ابو عبد الرحمن، ها؟ هذا مشكلة مشان فلوس من راجو. طيب اصبروا علينا يا عبد الرؤوف، انت لازم تكلم الاخوان اللي هناك يصبرون علينا، انت عارف السوق الان ميت، السوق ما الناس مي بيمها، الناس تشتري مكرونة، تشتري مهلبية، تشتري توت، تشتري لحم، صادق مي بيمها تشتري ذهب الآن، صادق لازم يصبرون شوي علينا. لكن بس فلوس في زيادة، شو نسوي يا أبو فهد؟ والله ما لنا، أنا اللي ورطنا، أنت أنت اللي ورطنا، أنت أنت لا تقول لي بعد روح نبيع لنا شيء، ترى ما يبحق، ما فيني حيل أشتري أبيع شيء، أنا اللي بعته وحط جمعت الفلوس أعطتك إياها، لا تقدر تسحبني مني خلاص. يلا خير ان شاء الله. لازم مو بكل مشكله، امس كنا نتكلم انت تقول التجاره يبي لها صبر. نعم مو معقول كذا على طول بعد ان ننزل من اول الدرجه، لازم الناس تصبر علينا شوي. كلامك صحيح بس فهم لي اياه. تبي الصدق عاد؟ ايه انت اللي الله يسامحك شبيته فينا في هالديكور وخسرتنا مبالغ وقدرها. كان ينفع ديكور اقل وفلوسنا ما تروح لا يمين ولا يسار، بس خلي ساكت ازين. يا ابن الحلال الديكور ذا هذا حباله، شلون بتجيب الناس؟ شلون بتدخلهم عليك؟ حباله قطاوه، لا قاعد تشتغل مع فيران، محشومين. وش حباله ما حباله؟ خلنا نصير صادقين وواضحين. انا اقصد ديكور يكلف نص مليون، ليش؟ علشان يجر لك الزبون اللي يمر مع الشارع ما يعدي، يقول ذا الزين خلني ادخل اشوف، اشوف شوفه بعد شوفه ثم يشتري.
يا ابو فهد بادر. المهم ما ودنا خلنا ننحاس. انت دبرنا، انت اللي ورطتنا معه ودبرنا معه. ايش دبرنا؟ عبد الرؤوف لازم يدبرنا. انت كلام راجو لا اصبر نواز قل لهم يصبرون شوي ويبقى يفتح محل جديد مشان هو قل له يصبر شوي يصبر شوي يا اخوي، مستثمر معنا ترى فلوسه عندنا يعني صح ان شاء الله.